نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، وأشار المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شددت على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكلياتهم حتى في حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية، مشيرة إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة.